دفن جديد، بير دفن جديد بجوار الابار اللي معروفه قبل كده، عشان ما ارجعش اقول لك ده بير ويعد في ابار معروفه اللي تم اكتشافها سنه 1900 اللي هي مقابر العصر الصاوي او ابار العصر الصاوي اللي موجوده جنوب الهرم بتاع اوناس. في بعثه مصريه المانيه بيترأسها دكتور رمضان البدري. البعثه دي قوامها 35 شخص، 10 اجانب و25 مصري من العاملين بوزاره الاثار. البعثه دي اشتغلت من مارس 2016. خلال العمل في الموسم الاخير اللي هو ابريل مايو 2018 اكتشفوا بير جديد اللي هو بير عمقه 30 متر. لقينا فيه عدد كبير من المومياوات، حوالي 35 موميا. لقينا فيه 5 توابيت حجريه، فتحنا واحد بس لقينا الموميا موجوده بداخله ببعض الطبقات المذهبه عليها. الاربع توابيت الاخرين لم يفتحوا لسه. في تابوت حجري، في بدايات ابار اخرى لم نفتحها على الاطلاق لسه. احنا هنقفل الشغل الموسم ده ونستأنف عمل مره تانية. زي ما قلت في كلمتي النهارده مش اعلان كشف، هو بدايه كشف، عشان بس فاهمه احنا لسه هندرس الحاجات دي كلها. لقينا بالاضافه الى المومياوات وبالاضافه الى البير، جنب البير لقينا 3 مباني حجريه غالبا كانت عباره عن ورشه للتحنيط. بقول غالبا لان لسه محتاجين وقت ان هم يشتغلوا عليها. لقينا فيها مجموعه من الاحواض، 3 احواض غالبا، حوض يتحط فيه المومياء في النطرون، حوض للف بالكتان. بس ناخد وقتنا بس من الدراسه عشان نقول كلام اكيد. لقينا اثار هامه جدا، لقينا مجموعه من الكرتوناج اللي وراقه، اقنعه مذهبه. ده قناع نادر جدا اللي ورايا، ده قناع من الفضه المطلي بالذهب. لقينا اواني كانوبيه، الثلاثه اللي موجودين ورانا، لقينا عدد كبير جدا من تماثيل الاوشابتي، عدد كبير لازال موجود لسه تحت لغايه دلوقتي. لقينا بعض الاواني الصغيره اللي بتحط فيها الادوات والزيوت التي تستخدم في عمليه التحنيط. فهو كشف هام. البعثه المصريه الالمانيه هتبدا تحلل دلوقتي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الخامات والزيوت اللي لقيناها، فده هيعرفنا اكتر عن الادوات اللي بتستخدم في التحنيط. هو بدايه كشف، ونعدكم ان شاء الله باذن الله ان احنا في الاشهر القليله القادمه هندعوكم مره او مرتين كمان على كشفين كمان باذن الله، بالاضافه الى عدد كبير من الافتتاحات ان شاء الله باذن الله. شكرا.